الدكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية. يا دكتور رامي صباح الخير. صباح الفل. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. صباح الخير عليك على المشاهدين. صباح النور. خليني الأول نتكلم في الموضوع ده، وأكيد هنستغل وجود حضرتك في مجموعة نصايح مهمة ليها علاقة بالصيف والأيام الرطوبة العالية اللي احنا فيها. فكرة تخزين الأكل، في ناس تقول لك الأكل طالما، خلينا نبدأ بالفريزر الأول، في ناس تقول لك طالما الأكل في الفريزر ممكن يقعد سنة وسنتين وثلاثة، ممكن يقعدوا شايلين اللحوم في الفريزر مثلا سنة كاملة. الكلام ده علميا صح ولا في حاجات بتحصل في أنسجة الطعام فممكن تضر بيه وبالإنسان؟ إيه فترات التخزين الآمنة يا دكتور؟ خلينا الأول نوضح سبب التخزين. إحنا بنخزن في درجات برودة عالية أقل من 5 درجات عشان أقدر أقضي على البكتيريا وأقدر أحافظ على الأنسجة. لو بنتكلم على اللحوم زي ما حضرتك ذكرت في الأول، أقدر أحافظ على الأنسجة بكم كفاءتها والفايدة اللي بتقدمها أطول فترة ممكنة، وبالتالي الفريزر هيقدم لي الخطوة دي بصورة إيجابية. تمام، إحنا خلاص دلوقتي بقينا جوه الفريزر. المدة الزمنية المفروض ما تتخطاش من 3 أيام ل4 أيام، ده أفضل توقيت إن أنت تقدري شايلة اللحمة في الفريزر أو شايلة الفراخ أو شايلة السمك، ما تخليش الموضوع يطول. ده بنقوله مش معناته إن أنت بعد 4 أو 5 أيام هيحصل تلف، بس أنت هتحط نفسك في تحت عرضة ممكن يحصل مشكلة في الخلايا أو الألياف الخاصة باللحوم. دكتور رامي، بعد كده ما دكتور رامي 3 4 أيام إيه؟ ده في ناس بتخزن اللحوم والفراخ سنة و6 شهور. لا للأسف إحنا ده بيحصل مشكلة كبيرة جدا لما بتوصل درجة البرودة تحت 5 درجات لمدة طويلة، ده بيأثر لي على القيمة الغذائية للحوم. إن كانت زي ما قلت لك النقطة إن أنت بتحافظ على اللحوم أو البروتين عامة من إن هو ما يوصلوش بكتيريا، دي حاجة، وبين إنك تفقد القيمة الغذائية للبروتين دي بتبقى حاجة تانية خالص. يعني حتى أنت كمان لما بتيجي تشتري الفراخ مباشرة من الأماكن الخاصة لبيع الفراخ بتختلف سعرها تماما عن الفراخ اللي أنت بتشتريها مجمدة من السوبر ماركت. تمام، فده بيوضح لك قد إيه القيمة الغذائية اللي بتقدمها الفراخ الجاهزة اللي هي مباشرة بعد الذبح على طول بتبقى على عملية التسوية، واللي بتبقى جاية من عملية التجميد، فهو القيمة الغذائية بتنزل. وإن كانت زي ما قلت لك أنت بتحافظ على اللحوم أو البروتينات من إن هي يحصل فيها بكتيريا، ففكرة إن الأمهات أو الأهالي تبدأ تحفظ اللحوم أو البروتين لمدة زمنية تفوق الأسبوع، فدي بتبقى حاجة مضرة ومش مفيدة، ومش هتستمتع بقيمة اللحمة، حتى طعم اللحمة أو البروتين بيتغير أسبوع. بعد مدة زمنية. طيب سؤال، الفرق بين الأكل الجاهز أو عفوا الأكل المستوي والأكل الني بيفرق برضه في مدة التخزين؟ بيفرق في مده التخزين عمليه التسويه، وان انت خلاص جهزت الاكل وتبقى كميه اكل معينه، فانت قدامك من 60 ل 90 دقيقه فرصه انك تقدر تحفظ الاكل ده في درجه البروده، سواء كانت هتحطه في الثلاجه او هتحطه في الفريزر. لو انت هتحطه في الفريزر فالموضوع ما بيتخطاش اليوم، يعني انت ما بتخطاش يوم ان انت شايل الاكل ده وتيجي بعد يوم محتاج انك تشيل الاكل وتسخنه، فانت بتفقد قيمته تماما. تمام، لكن الاطعمه النيه او اللي لسه ما استوتش، فده اللي هو اللي بنتكلم عليها في الجزء الاول من الفقره، ان احنا ممكن توصل لمده اسبوع عمليه التخزين، ممكن يبقى اكتر من كده ويفضل القيمه الغذائيه بتاعتها الى حد ما كويسه، وفي نفس الوقت انت بتحميها من البكتيريا. الاكل الدافي او الاكل اللي هو خلاص تم طهيه، فانت قدامك لغايه 90 دقيقه بالكثير قوي لازم يكون الاكل بدأ يخش التلاجة، وما يخشش التلاجة سخنة، ما يبقاش درجة حرارته عالية ويخش جوه التلاجة، لأن ده ممكن يأثر لي على بقية الأطعمة اللي موجودة في التلاجة. فأنت تأكدي تماما إن الأكل برد تماما، وبعد كده تدخلي في التلاجة تحفظيه. بالكتير قوي يومين يكون يكون تم عملية استهلاك الأكل ده، يا إما ترميه في يعني تستخدميه بأي صورة تانية غير الاستهلاك الآدمي، ده هيبقى أفضل كتير جدا حماية ليكي والأهل بيكي. طيب